احنا كنا في الاندوكراين، وقفنا لحد الايه الكالسيوم ميتابوليزم. ميتابوليزم اما هايبوكالسيميا او هايبركالسيميا، تمام. الاندوكراين بسيط وسهل، ومسائله واسئلته حتى اسئله الام سي كيو بتاعته سهله، يعني ما فيهاش مشاكل. اسوأ الظروف بتتكرر. طيب هنقول الهايبوكالسيميا. هايبوكالسيميا يعني لو سيرم كالسيوم او decreased سيرم كالسيوم. طيب الكالسيوم بيطلع من البون او بيبقى absorbed من الانتستين أو بيبقى reabsorbed from the kidney. كل ده controlled بالباراثيرويد هرمون والفيتامين دي، تمام. طيب فلو في مشكلة في الباراثيرويد هرمون أو في مشكلة في الفيتامين دي، يدينا الإيه؟ يعمل لنا هايبوكالسيميا. يعني لو في decreased parathyroid hormone level اللي احنا بنقول عليه الهايبو باراثيرويديزم. طيب والباراثيرويد هرمون يقل ليه؟ حاجه من اتنين، يا بالفعل في ديفكت في الباراثيرويد جلاند، تمام، ممكن يبقى اوتو اميون ديزيز اللي احنا بنقول عليه البرايمري هايبو بار. برايمري يعني في مشكله في الباراثيرويد جلاند اتسلف، تمام، او ان الباراثيرويد جلاند اتشالت اصلا سيرجيكال ريموفل. يبقى الهايبوباراثيرويديزم دول الموست امبورتنت كوزز في هايبوباراثيرويديزم، اما سيرجيكال ريموفال او اللي هو الايه ايديوباثيك برايمري هايبوبارا. مين اللي بيبقى ايه اوتو اميون هايبوباراثيرويديزم؟ طيب او في مشكله في الايه في الفيتامين دي، اما فيتامين دي ديفيشنسي سواء كان بالديكريز انتيك او المال ابزوربشن، او فيتامين دي ديكريز فيتامين دي اكتيفيشن، تمام، زي العيانين الايرلي، العيانين اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز، تمام. بس في الاول كرونيك كيدني ديزيز، فتلاقي الباراثايرويد هرمون بدا يعلى، فتلاقي الكالسيوم بدا يبقى لو او لو نورمال. نفس الكلام في المال ابزوربشن، تمام، تلاقي الكالسيوم بدا يبقى لو او لو نورمال. لا مش كومن طبعا، هو الكومن السيرجيكال ريموفال، العيانين اللي بيعملوا الثايرويدكتومي. يعني انا هحكي لك قصه. وانا اول ما استلمت نيابه كنت الموست جونيور يعني، وكانت جات لنا عيانه كان جايب هايبوكالسيميا، والهيستوري بتاعها مفيش كوز واضح للهايبوكالسيميا، فعملنا لها ادميشن على اساس ايه هايبوكالسيميا فور انفستيجيشن، واتفحصت كويس، مفيش اي حاجه ايه تبين لك لا في ضيارية ولا في فوميتنج، مفيش ديكريز انتيك، مفيش حاجه. حتى لما فحصت النك عشان اشوف اي سكار فور سيرجيكال ريموفال مفيش، حتى الهيستوري بتاع العيانه ما كانش فيه ايه، بس العيانه في زحمه الطوارئ ما كانتش مركزه، مع اني عدت وزدت عليها كذا مره مش قادر انسى الموقف ده طبعا، وعدت وزدت على قرايبها ومحدش ايه قال لك معلومه، فخلاص يعني ايه عيان unknown etiology يتحجز عشان يتشخص. فحجزت العيان عشان ايه نشخص الكوز للهايبوكالسيم، ما الابزوربشن بقى محتاجه اندوسكوبي، في مشكله في الكيدني زي عينين الرينال توبيلر اسيدوزس، في بعض الاوقات بيبقى عندهم
المهم يعني اول حاجات الايه اللي هي السودو هايبو باراثايروديزم العيانين الحاجات المهم يعني قلنا نشخص العيان. جينا تاني يوم بنمر عليها بقى بعد ما حجزناها وخلاص وكان جايه مثلا كان جاي بالكاربال سبازم، اخذت الاي في كالسيوم ماشيه على دوره كالسيوم يعني الدنيا العيانه سيمتوماتيك اتحسنت انما محجوزه عشان تعرف السبب. تيجي تاني يوم بتمر على العيانه بالراحه بتاخد منها هيستوري كويس تقول لك ايوه انا عملت جراحه من كام سنه وشلت الغده الدرقيه وماشي على كالسيوم بس انا في الفتره الاخيره ما اخدش كالسيوم بتاعي. طب يا ست الناس ما قلتيش ليه في الطار؟ طبعا وانت جونيور الحاجات الصغيره دي لما تقع منك بتتعاقب عليها، فانا مش ناسيها عشان اتعاقبت عليها يعني تمام. فالبرايمري هايبو باراثايرويديزم ده بمناسبه سؤال الدكتور محمود، برايمري اللي هي الايديوباثيك او الاوتو اميون ده انكومن طبعا، والكومن سيرجيكال ريموفال تمام. اول ما تلاقي عيان جاي لك بهايبوكالسيميا زي ما انت هتسال على على الديكريز انتيك وهتسال على الدايريه الحاجات الديزيز يعني الحاجات الميجور، ما تنساش السيرجري، ما تنساش تبص على الايه على رقبه العيان او العيانه. كمان العيانه اللي بحكي لكم عليها دي اللي عملت اكتومي كان فنان، خلى الانسجن ماشي مع الايه مع النك كريز يعني فتح العيانه في النك كريز ولما خيطها ما ايه ما سابش سكار او يعني كان مينيمال ما تقدرش تشوفه في الايه او ما تاخدش بالك الا ركزت بزياده خاصه في زحمه الطوارئ تمام. فبالفعل لما جيت تفحص العيانه تاني بالفعل في سكار بس ماشي مع النك كريز ماشي مع الايه مع التانيات بتاعت الايه بتاعت النك فمش ظاهر يعني. لما جيت فحصت العيانه في الطوارئ ما فيش حاجه حرفيا ظهر تمام. لما طلعت العيانه من الزحمه وركزت قالت لك ان هي عندها كذا وعامله كذا خلاص الموضوع اتحل. فانت خلاص بتمشي العيانه على الاورال كالسيوم والفيتامين دي وخلاص وتتابع الايه وتتابع العيانه بالكالسيوم ايه بالكالسيوم ليه لان انت ما عندكش باراثايرويد يعني. تمام طيب الباراثايرويد ابنورماليتي في الباراثايرويد هرمون وابنورماليتي في الايه في الفيتامين دي. طيب في حاجات تانية يعني من الكومبليكيشن بتاعت الاكيوت بانكرياتيتس ان بيحصل هايبوكالسيميا دي تو كالسيوم ديبوزيشن في البنكرياس يبقى مع الاكيوت بانكرياتيتس. تمام طيب في حاجه رابعه المغنيزيوم ديفيشنسي او الهايبومغنيزيميا. المغنيزيوم بيساعد الباراثايرويد هرمون to be released from parathyroid gland. يعني المغنيزيوم بيساعد الباراثايرويد هرمون انه يطلع من الايه من الباراثايرويد جلاند. لو في هايبو مغنيزيميا بيعمل لك ريزيستنت هايبو كالسيميا اند هايبو باراثايرويدز. عشان كده العيان اللي عنده هايبو كالسيميا لازم يو ماست تشيك مغنيزيوم. لو في هايبو مغنيزيميا should be corrected. نفس الكلام لما نروح للنفرو ونشرح الهايبوكاليميا لازم اخد بالي من الهايبوماجنيزيميا ان الهايبوماجنيزيميا زي ما بتعمل لك ريزيستنت هايبوكالسيميا او هايبوباراثايروديزم بتعمل نفس الكلام ريزيستنت هايبوكاليميا. فلو لقيت العيان عنده البوتاسيوم قليل لازم تدور على الايه تبص على الايه على المغنيزيوم تبص على الايه على المغنيزيوم. طيب اخر حاجه في حاجه اسمها سودو هايبو باراثايرويديزم. العيان ما عندوش باراثايرويد هرمون ديفيشنسي، المشكله في الريسبتورز بتاعت الباراثايرويد هرمون، في ريزيستنس للباراثايرويد هرمون اكشن. يعني باراثايرويد هرمون موجود او ممكن تلاقيه عالي شويه كمان بس العيان عنده ايه ريزيستنس مفيش ريسبونس عشان في مشكله في ميوتيشنال ابنورماليتي في الايه في الريسبتور. فتلاقي العيان هايبو من الكوزس اوف هايبو
كالسيميا، السودو هايبو بارا ايه ثايروديزم. مع السودو هايبو بارا ثايروديزم دي ممكن تيجي ام اس كيو، بتلاقي العيانين عندهم شورت ميتا كاربال بون، شورت ميتا كاربال بون سبيشالي الفورث ميتا كاربال بون، ممكن يبقى معاهم شورت ستيتشر. شورت ايه؟ شورت ستيتشر. تمام، يبقى السودو هايبو بارا ثايروديزم ده عيان عنده باراثيرويد هرمون ريزيستنس، باراثيرويد هرمون ريزيستنس. تمام، هو معاه هايبوكالسيميا. هايبوكالسيميا ليه؟ لان الايه الريسبتورز بتاعت الباراثيرويد هرمون ما بتستجيبش للاكشن بتاع الباراثيرويد. طيب لقوا عيانين عندهم شورت ستيتشر ومعاهم شورت ميتا كاربال بون الفورث، بس ما معاهمش اي مشكله في الباراثايرويد هرمون ولا الكالسيوم. يعني بتلاقي عيان عنده شورت ستيتشر وعنده شورت ميتا كاربال فورس ميتا كاربال بون وز نورمال بايوكيمستري، ده بيتقال عليه سودو 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 اللي هو ايه اسمه الايه هيريديتري اوستيوديستروفي او اول برايت اوستيوديستروفي، مش مهم. المهم اعرف بس الكوز بتاعت الهايبر الهايبوكالسيميا هايبو باراثايرويدزم. نمره 2 فيتامين دي ديفيشنسي. نمره 3 مغنيسيوم هايبومغنيسيميا. نمره 4 الديبوزيشن في الاكيوت بانكرياتيتس. طيب دول مهمين جدا، ما ينفعش ايه ما ينفعش تنساهم. نمره 5 احنا قلنا السودو هايبوبار اللي هو بيبقى عنده شورت ستيتشر وشورت فورث ميتاكاربل والباراثايرويد هرمون ريزيستنس في ليفل مايلد انكريز وفي هايبوكالسيميا. طيب اخر حاجه من 6 في حاجه اسمها كالسيوم فوسفورس بالانس. العيانين من الكوزس اوف هايبوكالسيميا في العيانين الكيدني ديزيز هايبر فوسفاتيميا، الفوسفات العالي بيعمل سبريشن للباراثايرويد هرمون ريليز. الفوسفورس بيسبريس الباراثايرويد جلاند تو ريليز باراثايرويد هرمون، عشان كده العيانين اللي عندهم هايبر فوسفاتيميا بيبقى معاهم هايبوكالسيميا. في العيانين الكرونيك كيدني ديزيز اللي عندهم هايبر فوسفاتيميا او الاكيوت كيدني انجري اللي عندهم هايبر فوسفاتيميا ومعاهم هايبوكالسيميا، اوعى تقول لي ادي كالسيوم، لا اصلح الفوسفات ريتينشن او الهايبر فوسفاتيميا. يبقى اصلح الايه الهايبر فوسفاتيميا، ان العيان لو عنده هايبر فوسفاتيميا واديتيته كالسيوم بيحصل ابنورمال ديبوزيشن اوف ايه اوف كالسيوم فوسفات ان ديفرنت ايه ان ديفرنت تيشوز، دي هنقولها في الايه في الكرونيك كيدني ديزيز. يبقى ده حاجه اسمها كالسيوم فوسفورس بالانس او اسمه كالسيوم فوسفورس برودكت، ان لازم يبقى فيه بالانس بين الكالسيوم ليفل والفوسفورس ايه او الفوسفيت ليفل. لو في هايبر فوسفاتيميا بيعمل سبريشن للباراثايرويد جلاند تو ريليز باراثايرويد هرمون يعمل لك ايه هايبوكالسيميا. تمام، وده نمره 1. نمره 2 انه برضو بيمسك في الكالسيوم فبيعمل لك ايه هايبوكالسيميا كيليتس كالسيوم. يبقى الهايبر فوسفاتيميا بتعمل هايبوكالسيميا بطريقين، نمره 1 سبريشن الباراثايرويد هرمون ريليز فروم باراثايرويد جلاند، نمره 2 يعمل ايه يعمل كيليشن للايه للكالسيوم. طيب دي الكوزس، احنا بنقول كده ليه؟ لانه ممكن يجيب لك في المساله يعني التكن مساله سهله وبسيطه. تمام دكتور، هو مش المفروض الهايبر فوسفاتيميا
تزود الباراثيرويد هرمون مش تقلله، عشان مش هو شغل الباراثيرويد هرمون ان هو يزود الكالسيوم ويقلل الفوسفيت؟ ده على الكدني، ايوه انما على البون البون العكس، البون الباراثيرويد هرمون بيزود الكالسيوم في الدم والفوسفورس من البون، بيعمل لهم يزودهم في ابديت. السيركيوليشن، ريليز فروم بون. ماشي انما على الكدني العكس، عن طريق الفيتامين دي تمام. يعني يجذب قصدي النت الكالسيوم افكت ويسيب بتاع الفوسفيت ينزل في اليورين. النت افكت بتاع الباراثيرويد هرمون، لو واحد عنده باراثيرويد هرمون كتير المفروض يكون عنده هايبر كالسيميا وهايبو فوسفاتيميا، صح كده؟ صح، طب ليه بقى الهايبر فوسفاتيميا تزود سوري تقلل الباراثيرويد هرمون المفروض تزوده؟ لا هي بتعمل سبريشن للباراثايرويد هرمون عشان تقلل الريليز من البون. اه فهمت ماشي. هي فكرة البون دي ما كانتش في بالي يعني. تمام، تقلل الريليز من البون، يعني هو بياخد الكالسيوم والفوسفيت من البون، هما الاثنين بياخدهم من من البون البون. ويزودهم في اه الدم. بالظبط اه كده، دي حاجة. تاني حاجة الافكت بتاع الباراثايرويد هرمون على الكدني بيبقى عن طريقين، الباراثيرويد هرمون وعن طريق الفيتامين دي، ماشي. انما على البون بيبقى دايركت. واو تمام. تمام، فهو بيعمل سبريشن، بيقلل الريليز اوف باراثيرويد هرمون، بيعمل سبريشن الباراثيرويد جلاند. تمام. ده سؤال من سيف في الشفوي، ليه العيان الهايبر فوسفاتيميا يجي له هايبوكالسيميا، او ليه عيان الكرونيك كيدني ديزيز يجي له هايبوكالسيميا؟ هتقول له عشان ما فيش اكتيفيشن للفيتامين دي، ده نمره واحد. نمره اتنين، ان العيانين دول بيبقى عندهم هايبر فوسفاتيميا ديو تو ريتنشن، بيقل الاكسكريشن بتاع الفوسفيت في الاكيوت او كرونيك كيدني ديزيز، اكتر في الكرونيك كيدني ديزيز، فيقلل الباراثيرويد هرمون، ايه الباراثيرويد هرمون سكريشن فروم باراثيرويد جلاند. دي من الكوزس، او ده السبب بتاع الايه، الهايبوكالسيميا في عيانين الكرونيك كيدني ديزيز. تمام طيب شكرا. التيتاني كلنا عارفينه، يعني عارف انت العيان يجي لك بكاربال سبازم او كاربوبيدال سبازم، سواء كان الكونشس ليفل نورمال او الكونشس ليفل ديفكت، هتجيبها هتجاوبها. انما الاسئله بتاعتها يقول لك ايه الدايجنوز، هتقول له كالسيوم تيتاني، لان هيجيب لك الكالسيوم، ايه الكالسيوم ليفل، دي سهله. انما يقول لك الديفرنشال دايجنوز، خد بالك في مسائل التيتاني او العنوان بتاعها اللي هو بنقول عليها السيزرز، ده العنوان الكبير، او ممكن تقول عين جاي لك فيتس او الايه التيتاني، التيتاني يدخل تحت الايه، تحت الفيتس. طيب فانت الديفرنشال دايجنوز نمره واحد طبعا الكوزس اوف هايبوكالسيميا، نمره اتنين other causes of a of tetany. خد بالك ان الكالسيوم العيان ممكن يبقى الكالسيوم total normal بس الايونايزد كالسيوم قليل، اللي هو الفانكشنال كالسيوم، ده العيانين اللي عندهم respiratory alkalosis. تمام، الريسبيراتوري الكالوزس بتقلل الايونايزد كالسيوم، فتلاقي العين يدخل ايه، يدخل في تيتاني. عشان كده العيانين اللي عندهم ريسبيراتوري الكالوزس وجاي لك بتيتاني، اوعى تديك كالسيوم. ليه؟ لان انت هتدي كالسيوم، المشكله في الالكالوزس او الريسبيراتوري الكالوزس اللي بتقلل الايونايزد فورم، بتزود كفه النون ايونايزد على الايونايزد، النون فانكشننج على الفانكشننج بارت اوف ايه، اوف كالسيوم. عشان كده العيانين الريسبيراتوري الكالوزس نعالج الريسبيراتوري الكالوزس. تمام، خاصه السايكوجينيك بيبقى العيان عنده ريسبيراتوري الكالوزس سيفير، فانت بتخليهم يعملوا ري بريذنج، تجيب ماسك او كيس وتخليه يتنفس في الايه، في الكيس، ده بيهدي الايه ريسبيراتوري. انما اوعى تدي كالسيوم، ان الكالسيوم نوم، العيان ما عندوش هايبوكالسيميا، يعني عنده فانكشنال هايبوكالسيميا. طيب تعال اقول لك انا اديت كالسيوم، طب انت اديت كالسيوم، الكالسيوم يبقى اما ايونايزد او نون ايونايزد، بس انت عندك الباثولوجي اللي موجود بيزود النون ايونايزد او بيقلل الايونايزد فورم، فانت ما فتش العين بحاجه، انت تفيده ان انت تعالج الريسبيراتوري
تارجت الاسبيراتوري اسكليروسيس. نمره ثلاثه في الديفرنشال دايجنوزس، حتى لو كتبته عنوان وما كتبتش اسباب، اذر كوزس اوف ايه اوف سيزرز او فيتس. لما تيجي تجاوب مساله الايه التيتاني، التيتاني ده النيورو ماسكولار اكسايتابيلتي، تحصل مع اي عيان هايبوكالسيميك لاي سبب، اما هايبوبار او ايه او او فيتامين دي او اي عيان هايبوكالسيميك. احنا قلنا دلوقتي اهو انه بيحصل مع عيانين كمان ريسبيراتوري الكالوزس، ريسبيراتوري الكالوزس عشان عندهم الايونايزد كالسيوم ايه قليل. فده معروف، ده الديفينيشن بتاع التيتاني او الكوز بتاع التيتاني، ان ده عباره عن نيورو ماسكولار اكسايتابيلتي او هايبر اكسايتابيلتي، تمام، بتحصل ديو تو هايبوكالسيميا. اما بالفعل في هايبوكالسيميا بسبب الكوز اوف هايبوكالسيميا اللي احنا قلناها، او في ريسبيراتوري الكالوزس اللي بتقلل الايونايزد ايه الايونايزد ايه ايونايزد كالسيوم. طيب انت اصلا بتبقى واقف في الطوارئ، ممكن يجي لك العيان بالاكتيف تيتاني اللي هو الكاربل اللي هي الهاند، او البيدل اللور ليم، او الكاربو بيدل، الاثنين كاربو بيدل سبازم، كاربل او البيدل او الكاربو بيدل سبازم. طيب او ممكن عيان يجي لك بالكاربل او الكاربوبيدل او الـ او الـ او البيدل، وبيجي لك معاه ويز او زاوت نمبنس، نمبنس في الـ في البريفرنس في اللور ليم والابر ليم، نمبنس اراوند ذا ماوس، تمام. طيب ده العيان اللي جاي لك اكتف تيتاني، ده غالبا بتحصل في العيانين الاكيوت هايبر هايبوكالسي. يعني انت عندك النورمال كالسيوم ليفل من 8.5 ل 10.5، لاي سبب من اسباب الكالسيوم ليفل نزل ايه نزل بسرعه. طيب انما مثلا عيانين الكرونيك كيدني ديزيز، عيان كرونيك هايبوكالسيميك، ده ما بيجيلكش بالمانيفست التيتاني او الاكتيف تيتاني، بيجيلك بالايه زي ما بنقول عليه الليتنت تيتاني. الليتن تيتن ده انت بتعمل له بقى ليه تستفزه انت بقى، يعني ايه نعمل ايه تست، زي مثلا تعمل اكزامينيشن تقيس له الضغط مثلا، تمام. لما تعلي الكاف فوق السيستوليك بلاد بريشر لدقيقتين او ثلاث دقايق، تلاقي العين دخل منك في الكارب والسبيس، ده بنقلب بيتقال عليها والسوس. طيب او ايه تاني، او انت جيت قدام التريجس، تمام، وعملت ايه دايركت تابينج، ده المكان ده الاكزيت بتاع الايه بتاع الفيشيال نيرف، فعمل لك كونتراكشن للفيشيال مسل. ده اللي اسمها التشوفيستيك ساين. اسمها الايه؟ التشوفيستيك ايه؟ التشوفيستيك ساين. او سيمبلي انت بتفحص العيان نيورولوجيك، هتلاقي عنده هايبر اكتيف ريفلكسز. يعني خد بالك ان عيان الهايبوكالسيميا زي عيان الهايبركالسيميا، ممكن يجي لك بايه؟ ديستربد كونشس ليفل، تمام. طيب ليت الهايبوكالسيميا لما تبقاش كوركتد ممكن تجي لك في الاطفال بالابريكتس، اللي هو زيه في الكبار اسمه الاوستيوماليشي. عشان كده التيتاني، تمام، سواء كان الليتنت او الاكيوت، الليتنت او الـ او الاكتيف تيتاني او المانيفست تيتاني، ده عبارة عن ايه سيمتوم مع الاوستيوماليشي. يعني لو جالك سؤال اتكلم، ده طبعا ده بيجي للكبار ما بيجيش للصغيرين، انت بيجي لك الايه العنوان الكبير، تمام. الاوستيوماليشي لو اتسالت عن الاوستيوماليشي، وده نادر لما يحصل، ما تنساش ان الاوستيوماليشي
بيبقى معاها ايه؟ بيبقى معاها تيتاني. ممكن العين يجي لك بالايه؟ بالتيتاني. الهايبوكالسيميا تعمل لنا كاردياك اريزميا سبيشالي لونج كيو تي انترفال. الكيو تي انترفال اما شورت كيو تي او لونج كيو تي. الشورت كيو تي بيعملها حاجتين، ديجوكسين والهايبر كالسيميا، واللونج كيو تي بتعمل لها كل الالكترولايت ابنورماليتي بما فيها الايه؟ الهايبوكالسيميا. يبقى بس الهايبر كالسيميا ده ممكن تيجي ام اس كيو، الهايبر كالسيميا بتعمل لنا لونج كيو تي، انما الهايبوكالسيميا بتعمل لنا شورت كيو تي، فتدخل لنا في فنتريكولر اريزميا. تمام؟ يبقى خد بالك بس ان عيان لو جالك مثلا مساله، مثلا صعبوا الدنيا مثلا وجاب لك مساله وطلعت انت قلت في الاخر طلعت بيها بدايجنوز ان هي ايه؟ اوستيوماليشيا. ما هي الاوستيوماليشيا عباره عن كرونيك هايبوكالسيميا بمعاها بيكتشر كده في الاكس راي. لو جات لك البيكتشر بتاعت الاكس راي دي يبقى على طول تقول اوستيوماليشيا. خد بالك ان عيان الاوستيوماليشيا may be associated with ايه؟ with تيتاني. ليه؟ لان دي لونج تيرم هايبوكالسيميا، سواء كان مانيفست تيتاني او ليتنت تيتاني او ليتنت ايه؟ ليتنت تيتاني. طيب اي عيان هايبوكالسيميا لازم تعمل ايه؟ تعمل الكالسيوم ليفل وتعمل الباراثايرويد هرمون ليفل والفوسفيت ليفل المغنيسيوم ليفل والفيتامين دي ليفل. تمام؟ ليه؟ لان دي الاسباب بتاعت الايه؟ بتاعت الهايبوكالسيميا. ايه اسباب الهايبوكالسيميا؟ هايبو باراثايرويدزم، هايبو فيتامينوزس دي، او ايه؟ او ال او ال الفهايبر ايه؟ الهايبر فوسفاتيميا. طيب العيان الهايبركالسيميا تعالجه ازاي؟ ريبليسمنت ثيرابي. بس خد بالك لو العيان جاي لك مانيفست هايبر مانيفست تيتاني، يعني العيان جاي لك بكاربال وكار او كاربوبيدال او بيدال سبازم، لازم تدي في الاول نمره واحد اي في كالسيوم. مفيش كالسيوم بيتاخد شوت، لا الكالسيوم بيتاخد اوفر، يعني اوفر 5 مينتس اوفر 18 مينتس. تمام؟ لما يجي لك عيان مانيفست تيتاني نمره واحد اي في كالسيوم بندي 10 مللي، يعني 10% كالسيوم جلوكونيت اوفر 10 مينتس. 10 10 10 لو افتكرت التقسيمه دي مفيش مشكله. يبقى نمره واحد اي في كالسيوم، نمره اتنين زين مينتين اون اورال كالسيوم اند فيتامين دي افتر ابورشن او كنترولينج اكيوت اتاك. يعني خلاص احنا عملنا كنترول للعيان اللي جاي بالمانيفست تيتاني، خلاص يبقى انا ماشي العيان على الايه. طيب العيانين المايل تو مودريت اللي مش جاي لك باكتف تيتاني، المايل تو مودريت اللي مش جاي لك بالاكيوت او المانيفست تيتاني، يبقى تدي اورال اورال كالسيوم اند اكتف فورم أو فيتامين دي. نمرة ثلاثة search for the cause. search for a for the cause. إيه هو ال cause اللي إحنا قلناه في الإتيولوجي اللي هو differential diagnosis للإيه؟ للتيتاني، اللي هو differential diagnosis of the cause. ما ننساش respiratory alkalosis والother causes of إيه؟ of seizures of seizures of or fits. تمام؟ يبقى ده الهايبوكالسيميا والهايبوباراثايرويديزم. دي ممكن تجي لك في الشفوي. في الشفوي بيقول لك ايه؟ بيبقى حط قدامك ثلاث ورقات بيقول لك اسحب ورقه. تمام؟ تسحب ورقه تلاقي مثلا هايبوكالسيميا، يقول لك اتكلم عن هايبوكالسيميا،
تقول له الايتيولوجي الكوزس تمام، اللي هو الديفرنشال دايجنوزس والبرزنتيشن الانفستيجيشن والتريتمنت. جميل، ما تنساش تقول له بس الكرونيك هايبوكالسيميا ممكن تعمل لنا ايه، واتس كولد اوستيوماليشيا. طيب البون ماتريكس تمام، لازم تبقى ستابلايزد بالايه، بالكالسيوم، لازم يحصل فيها ديبوزيشن للايه، للكالسيوم. لو البون ماتريكس ما حصلش فيها ديبوزيشن للكالسيوم، ده بنقول عليها الايه، الاوستيوماليشيا. اوستيوماليشيا يعني ايه؟ ماليشيا يعني ويكنس، ويكنس للايه، للبون. ده تشوفها اكتر افضل في الاطفال، ان تلاقي عند الاماكن اللي عليها بريشر بيحصل فيها ايه، يحصل فيها كيرف او تقوس، زي عند اللور ابر ليم، اللور فور ارم، واللور ايه، واللور تيبيا، تلاقي بدا يحصل ليه، لان في بريشر والبون اصلا ويك، ما فيهوش كالسيوم ديبوزيشن ان ذا بون ماتريكس. اللي احنا بنقول عليه ده اسمه ايه، مينراليزيشن. المينرال ده ما حصلوش ديبوزيشن في الاوستيويد او في البون ماتريكس، فبنقول الديفكتيف بون مينراليزيشن يساوي اوستيوماليشيا. المين كوز بتاع الاوستيوماليشيا اللي هي الكوزس اوف هايبوكالسيميا، الكوزس اوف ايه، اوف هايبوكالسيميا، سواء كان فيتامين دي ديفيشنسي او باراثايرويد هرمون ديفيشنسي او فيتامين دي ريزيستنت ريكتس. تمام، ده بنشوفها في الايه، في الريكتس، ده بتشوف اكتر اللي هو الفيتامين دي الاكس لينكد، فيتامين دي ريزيستنت اللي هو الاكس لينكد دوميننت. دي مره جت ام اس كيو، مع انها بتيجي اكتر في يعني تتشاف اكتر في الاطفال، او تيجي اكتر في الاطفال، بس سالوا فيها مره في الايه، من سنتين او ثلاثه، من ثلاث سنين، اللي هم الناس اللي هم استلموا تكليف دلوقتي او استلموا النيابات دلوقتي، جالهم سؤال من الكوزس اوف اوستيوماليشيا او الهايبوكالسيميا الفيتامين دي ريزيستنت ريكت، اللي هو اسمه الاكس لينكد دوميننت هايبوفوسفاتيميك ريكتس، يعني الاثنين ايه. طيب في اسباب تانية غير الهايبوكالسيميا؟ ما هو الكالسيوم معاه كمان في الـ في الـ في المينراليزيشن للبون الفوسفيت، يعني الكالسيوم ده المين مينرال اللي بيبقى ديبوزيتد في الاوستيويد عشان يدي الايه، الاستابيليتي بتاعت البون. طيب بيساعده الفوسفورس، لو في كرونيك هايبو فوسفاتيميا، كرونيك هايبو فوسفاتيميا دي بتعمل برضو ايه، اوستيوماليشيا، بس انكومن. الكومن الحاجات اللي بتعمل لك هايبوكالسيميا، سواء كان بسبب الباراثايرويد او الفيتامين دي، او الفيتامين دي بروبلمز، مشاكل ايه الفيتامين دي. طب لو سألك في حاجة تانية أقول له اللي هي الكرونيك هايبوفوسفاتيميا، تقول يقول لك ليه الهايبوفوسفاتيميا؟ لأن الهايبوفوسفاتيميا ده السكند امبورتنت مينرال إن إيه، إن بون ماتريكس، لما بيحصل له ديفيشنسي بيحصل إيه، أوستيوماليشيا. عشان كده تلاقي العيانين دول عندهم إيه؟ دايما جنرالايزد بوني بين. الكالسيوم عكس الفوسفيت، يعني لو الفوسفيت لو علي يقل الكالسيوم، لو العيان عنده هايبوفوسفاتيميا يبقى عنده هايبركالسيميا. تمام ماشي، بس خد بالك ان في هايبركالسيميا
بتبقى باثولوجيك يعني. يعني مثلا العيانين اللي عندهم هايبر باراثايرويديزم، البرايمري هايبر باراثايرويديزم بيبقى عندهم هايبر كالسيميا وهايبوفوسفاتيميا ماشي. انما انت اصلا لو العيان الفوسفيت بتاعه قليل، ديكريز انتيك مثلا او مال ابزوربشن، بقاله مثلا سنه سنتين ثلاثه خمسه تمام، وفي ديفكت في البون، في الديبوزيشن اوف فوسفيت في البون، هيعمل ويكنس في البون. طيب ما ممكن الكالسيوم يبقى عالي ماشي، ممكن العين يبقى عنده هايبر كالسيميا تمام، بس بسبب تاني مش بسبب الايه الهايبوفوسفاتيميا، بسبب الهايبر باراثايرويد هرمون او الباراثايرويد هرمون هايبر باراثايرويديزم. الكالسيوم مع الفوسفيت علاقه عكسيه في الدم، يعني لازم يبقى الكالسيوم فوسفيت برودكت، يعني انا هقول رقم بس ما تحفظوش، اقل من 55 ملي مول تمام. لو الفوسفيت عالي الكالسيوم لازم يقل. طيب جوه البون نفسه، جوه الاوستيويد او جوه البون ماتريكس، الكالسيوم والفوسفيت مطلوب. الكالسيوم مطلوب عشان السترينث اوف بون، يجي بعده الفوسفيت مطلوب جوه البون ماتريكس، جوه البون نفسه مطلوب عشان يدي السترينث بتاعت البون. لو العيان عنده هايبوكالسيميا لاي سبب من الاسباب يحصل اوستيوماليشيا. طيب لو العيان عنده هايبوفوسفاتيميا لاي سبب من الاسباب، الديكريز انتيك او اللوس او اي سبب، يعني معناه ان في فوسفيت جوه البون قليل uncorrected for long time يدخل العيان في اوستيوماليشيا. ده جوه البون، ده جوه البون. انما في السيرم عكس بعض، جوه البون الاثنين مطلوبين عشان السترينث اوف بون، انما في السيرم لا الاثنين عكس بعض ما ينفعش. يبقى هايبر فوسفاتيميا وهايبر كالسيميا، هيحصل كالسيوم فوسفيت ديبوزيشن في التيشوز تمام، اللي هو الباثولوجيك كالسيفيكيشن. انما في البون الاثنين مطلوبين، مطلوبين عشان الايه السترينث، السترينث. طيب طيب يعني العيان ده عنده ويكنس في البون، يعني لو اتخبط هيتكسر، حلو اللي احنا بنقول عليه الباثولوجيكال فراكشر، باثولوجيكال فراكشر. طيب العيان ده ممكن يجي لي باثولوجيكال فراكشر؟ ايوه يجي لي باثولوجيكال فراكشر، بس قبل الباثولوجيكال فراكشر عشان الديفكت اوف مينراليزيشن جوه البون، لما تعمل اكس راي على البون هتلاقي فيه اوستيوبينيا، ان البون المفروض الابيض ده تمام عشان الكالسيوم والفوسفيت، لا اللون الابيض ده باهت شويه، اللي احنا بنقول عليه ايه اوستيوبينيا. ده نمره واحد. نمره اتنين، في اماكن بيبقى فيها ايه عند الايه الهاي ستريس، بيبقى ده بري ما قبل الفراكشر، اللي احنا بنقول عليه اللوزر زون. اللوزر زون تلاقي فيه باند، باند راديو ليوسنت باند في الايه في البون نفسه، راديو ليوسنت باند في الايه في البون، بيتقال عليها السودو فراكشر. دي مش فراكشر، انما دي المرحله اللي قبل الايه فراكشر، اتقال عليها السودو فراكشر. دي بتيجي ام اس كيو او اللوزر زون او الهير لاين، لو لقيت اي حاجه من دول مكتوبه خد بالك دي بتبقى مفتاح عيان في المساله. يقول لك عملنا اكس راي للعيان، عيان جاي لك بجنرالايزد بوني بين تمام، وعملت الكالسيوم ليفل لقيت الكالسيوم قليل، وفحصت العيان قال لقيت عنده شويه ايه او مايلد ماسل ويكنس بروكسيمال ايه مايوباسي. ولو في الاطفال هيقول لك شويه وادلينج جيت بسبب الايه التقوس بتاع الايه بتاع العظام. طيب تعمل اكس راي يقول لك في اوستيوبينيا، ديكريز بون دنسيتي في البون، ديكريز
البون دينستي تمام، وبيقول لك في خطوط موجوده كده راديو ليوسنت، راديو ليوسنت تمام. الراديو ليوسنت بون اللي هي الخطوط اللي هي ديفكتيف، المفروض يبقى ابيض كله، لا تلاقي خطوط ايه ديفكتيف كده عند الارياز اوف ستريس، الارياز اوف ايه اوف ستريس اكتر طبعا هتلاقيها في الفيمر، والاكس راي الكومن اللي بتيجي هتلاقي ايه الفيمر، لا تلاقي خط كده في الفيمر يقول لك لقينا لوزر زون في الاكس راي، او سودو فراكشر في الاكس راي، او هير لاين فراكشر، ده يساوي اوستيوماليشيا. انا بعيد وازيد ليه؟ لان دي غالبا بتبقى من اصعب الاسئله اللي بتيجي، انت مش فاكر يعني ايه لوزر زون، او مش فاكر يعني ايه سودو فراكشر. سودو فرا ايه سودو فراكشر دي؟ يبقى دي اوستيوماليشيا، يبقى دي ايه اوستيوماليشيا، دي مهمه جدا الاكس راي. طيب ايه تاني انفستيجيشن هتعمل له؟ الكالسيوم ليفل، الكالسيوم هتلاقيه قليل تمام، الفوسفورس ممكن يبقى نورمال او قليل جميل. طيب الفيتامين دي يبقى قليل، لان ده من اسباب الايه الهايبوكالسيميا. طيب المهم بقى الالكالاين فوسفاتيز، الالكالاين فوسفاتيز ده الفانكشن اوف اوستيو بلاست، الالكالاين فوسفاتيز ده الفانكشن اوف اوستيو بلاست. عشان كده لما نروح في الهيماتولوجي هقول لك ان العيانين المالتيبل مايلوما ما ان عندهم بون ديفكت بسبب اللايتيك ليجن اللي بتحصل بسبب المايلوما سيلز اللي جوه البون مارو، ومع ذلك الالكالاين فوسفاتيز بتاع عيان المالتيبل مايلوما نورمال، الا لو حصل فراكشر. اسمعش معنى، لان الفراكشر بيعمل ستيميوليشن للاوستيوبلاست تو اد كالسيوم تمام، عشان تعمل تعوض الجزء الايه اللي اتكسر ده، او تعمل هيلينج للجزء الايه اللي اتكسر ده. طيب هنا في العيانين الاوستيوماليشيا الالكالاين فوسفاتيز بيبقى عالي، لان الاوستيوبلاست فانكشن تبقى عاليه. ليه الاوستيوبلاست فانكشن بيبقى عالي؟ عشان الديفكتيف مينراليزيشن اللي موجوده عايزه تاخد كالسيوم اكتر عشان تعمل ديبوزيشن للكالسيوم في الايه في الايه في البون جوه الايه جوه الاوستيويد. فده مهم جدا من الايه من الاسئله اللي بتيجي لك، عيان الاوستيوماليشيا تلاقي الهايبوكالسيميا ويز او ويزاوت هايبوفوسفاتيميا، وتلاقي معاها الالكالاين فوسفاتيز عالي، ده عكس خالص الاوستيوبوروزس. الاوستيوبوروزس هتلاقي الكالسيوم نورمال، الفوسفورس نورمال، الالكالاين فوسفاتيز ايه الالكالاين فوسفاتيز الالكالاين فوسفاتيز ايه نورمال. ليه عيان الاوستيوبوروزس الكالسيوم نورمال ومع ذلك في بون ديزيز؟ المشكله مش في الكالسيوم ديبوزيشن، او المشكله مش في الكالسيوم الكالسيوم ليفل او الفوسفيت ليفل، لا خالص، المينراليزيشن كويس، يعني الديبوزيشن اوف كالسيوم اند فوسفيت انسايد بون ما فيهوش مشكله. المشكله ان في ديزيز او في باثولوجي بياكل البون من جوه، اللي هو بيقلل لك الاستراكشرال انتجريتي بون. الباراثيرود هرمون، باراثيرود هرمون ممكن تلاقيه عالي او ممكن تلاقيه لو تمام. ممكن تلاقي الباراثيرود هرمون عالي في العيانين اصلا هايبوكالسيميا، هايبوكالسيميا بسبب الفيتامين دي ديفيشنسي تمام، او ممكن تلاقي فبيحصل ايه سكندري هايبر بارا تمام، او ممكن تلاقي الهايبو الباراثيرود هرمون قليل، وده السبب بتاع الايه بتاع الهايبوكالسيميا تمام. فالباراثايرويد هرمون هنا ملوش رول قوي يعني تمام، ممكن تلاقيه نورمال، ممكن تلاقيه اسف لو، او ممكن تلاقيه ايه ممكن تلاقيه هاي جميل. لو هاي يبقى السبب الرئيسي هايبوكالسيميا ديوتو موستلي مال ابزوربشن او فيتامين دي، ودي سكندري
هايبر باراثايرويدز، او ممكن تلاقيه لو بسبب الايه، بسبب الهايبو باراثايرويدزم از ا برايمري ديزيز، وبالتالي يبقى الكالسيوم، الكالسيوم قليل. مش هو لو عندي هايبر بارا فكده بيعمل وورسنينج للاوستيوماليشيا؟ ما هي الهايبر بارا بسبب ايه؟ بسبب الهايبوكالسيميا. بالظبط. بس ايوه دي صح، ايوه بيعمل وورسنينج للاوستيوماليشيا، انا معاك. فانت تصلح الكالسيوم ليفل تصلح الباراثايرويد هرمون، او تمام. تصلح الفيتامين دي ليفل تصلح الباراثايرويد هرمون. ما هو سؤالي بقى، لما بنيجي نعالج بندي كالسيوم ولا فيتامين دي، ولا بندي الاثنين؟ كالسيوم وفيتامين دي. الاثنين يعني. تمام. ايوه انت عندك العيان هايبوكالسيميك، طب ندي كالسيوم، ندي فيتامين دي بدي عشان ممكن كالسيوم يكون وهو بسبب فيتامين دي، هايبوكالسيميك ولا ديو تو مشكله في الفيتامين دي. يعني هو الفكره في الاوستيوماليشيا ان هو هايبوكالسيميا ديو تو فيتامين دي ديفيشنسي، ولا مش شرط؟ لا هايبوكالسيميا ممكن بس بسبب فيتامين دي، او ممكن بسبب تاني المال هايبر. ابزوربشن مثلا. تمام. يعني هايبوكالسيميا يبقى الاصل بتاعها مال ابزوربشن، او الاصل بتاعها فيتامين دي ديفيشنسي. تمام. جميل. طيب فانت زي ما قلت التريتمنت بتاع الاوستيوماليشيا فيتامين دي وكالسيوم، فيتامين دي والايه والايه والكالسيوم. طيب الاوستيوبروزس المشكله مش في البون مارو او في البون اوستيويد او في الديبوزيشن اوف كالسيوم في البون. عيني اوستيوبروزس وده ام اس كيو، تلاقي الالكلاين فوسفاتيز نورمال الا لو حصل فراكشر، تمام، وتلاقي الكالسيوم نورمال، الفوسفيت نورمال، مفيش مشكله خالص. المشكله ان الاستراكشرال انتجريتي او في باثولوجيك بروسيس بتقلل الاستراكشرال انتجريتي في البون نفسه، يعني بتاثر على الاوستيويد نفسه، الماتريكس نفسه، انما المينراليزيشن نورمال، يعني الكالسيوم نورمال، الفوسفيت ايه؟ الفوسفيت نورمال. يعني عيانين الالدرلي سبيشالي الفيميل، الاستروجين بيساعد الايه؟ البون انتجريتي او البون ماتريكس. البوست منوبوزال بيحصل عندهم اوستيوبروزس، ما تقولش اوستيوماليشيا. المينوبوز يحصل عندهم اوستيوبروزس، ما يحصلش ايه؟ اوستيوماليشيا. نفس الكلام الالدرلي، الالدرلي الاكسرسايز والموفمنت بيزود البون انتجريتي، والبون بيزود الاوستيويد بتاع البون، تمام؟ العيان لما يقعد اللي هو الالدرلي اللي ما خلاص مش قادر يتحرك او حركته بقت اقل، يقل بقى الايه؟ الانتجريتي بتاعت الايه؟ البون اللي هو الاوستيويد بتاع البون نفسه، ملوش علاقه بالكالسيوم خالص، ملوش علاقه بالفوسفيت خالص. في باثولوجيك بروسيس بتاكل البون من جوه، بتاكل الاوستيويد من جوه، عشان كده تلاقي الكالسيوم نورمال، تلاقي الفوسفيت نورمال، تلاقي الالكالاين فوسفاتيز نورمال، وتلاقي الباراثايرويد هرمون، الباراثايرويد هرمون ايه؟ نورمال، الا لو السبب هايبر باراثايرويدزم، لان اللونج تيرم هايبر باراثايرويدزم زي ما بيأفكت الكالسيوم والفوسفورس بياكل في الايه؟ في البون اب تو اوستيو. فاكرين لما قلنا الهايبر باراثايرويدزم بيعمل اوستيايتس فايبروزا سيستيك؟ هو ده اللي احنا نقصده، ان هو بيأفكت الايه؟ البون اوستيويد نفسه، البون ماتريكس نفسها. انما الديبوزيشن اوف كالسيوم، الكالسيوم ميتابوليزم انسايد بون ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اي مشكله. ده مهم ليه؟ لان ده ام سي كيو بيقول لك الفرق ما بين الاوستيوبروزس والاوستيوماليشيا. الاوستيوبروزس الكالسيوم نورمال، فوسفيت نورمال، الالكالاين فوسفاتيز نورمال. اوستيوماليشيا لا، كالسيوم لو، فوسفيت لو، الكالاين فوسفاتيز ايه؟ الكالاين فوسفاتيز عالي. طيب ايه اسباب الاوستيوماليشيا؟ خلاص التريتمنت زي ما انتوا قلتوا كالسيوم وايه وفيتامين، وفيتامين دي، وديلينج وذ ذا كوز اوف ايه؟ اوف هايبوكالسيم. طيب
او الكوز اوف ايه اوف هايبوفيتامينوزس دي. الاوستيوبوروزس الموست امبورتنت كوز مينوبوز والالدرلي، الموست امبورتنت كوز المينوبوز والايه والالدرلي. طيب في حاجات بقى ايه مع الوقت تعمل لك الاوستيوبوروزس زي الايه الكحول انتيك، الكحول انتيك اللونج تيرم الكحول انتيك يدينا اوستيوبوروزس، الاسترويد الهايبر كورتيزوليزم زي الكوشنج او الهايبر ثايرويديزم يعمل لنا الايه الاوستيوبوروزس، المالتيبل مايلوم مالتيبل مايلوم ممكن اصلا عين مالتيبل مايلوم تلاقيها عين هايبر كالسيميك ومع ذلك تلاقي عنده اوستيوليتيك ليجن وديكريز سيفير اوستيوبينيا. تمام، نعمل حاجه اسمها ديكسا سكان اللي احنا هنقول عليها دلوقتي يقول لك في اوستيوبوروس. خد بالك ان الاوستيوماليشيا if not corrected may progress to osteoporosis. Osteomalacia if not corrected may progress to osteoporosis. تمام. طيب بالنسبة لكم او بالنسبة لنا المهم جدا في الاوستيوبوروزس والاوستيوماليشيا الديفرنس ما بينهم، لان ده بيجي ام اس كيو صعب تيجي كيس، لان لو هتجي لك الكيس الاوستيوماليشيا يبقى جزء من الايه من الهايبوكالسيميا. الاوستيوبوروزس علاجها فيه تفاصيل كتير جدا، دي مساله من المسائل اللي بتيجي كتير في البوست جراديويت اوستيوبوروز، لان كان المطلوب من البوست جراديويت يعرف اسماء الادويه والجرعات وحاجات كتير قوي. انما انت من مطلوب مننا في الاندر جراديويت الفرق ما بين اوستيوماليشيا اوستيوبوروزس ده نمره واحد، نمره اتنين الموست كومن كوزس في الاوستيوماليشيا والاوستيوبوروزس ازاي اشخص الاوستيو الاوستيوبوروزس الموست امبورتنت يعني موداليتي فور دايجنوزس حاجه اسمها ديكسا سكان. الديكسا سكان دي يعني ايه، بص من الاخر احنا دلوقتي الالدرلي لما يجي حد الالدرلي وعنده بوني بين خاصه البوست مينوبوزال وومن ومفيش اي ميديكال ديز اوردر سبيشالي المايلوما المالتيبل مايلوما تمام، ومفيش مشكله في الكالسيوم او مفيش مشكله في الفوسفورس او الباراثايرويد هرمون، على طول بتبعت العيانه على ده الجهاز ده موجود في مستشفى المسنين عندنا في الدمرداش ديول انرجي اكس راي ابزوربشومتري. ديول انرجي اكس راي ابزوربشن ده اكس راي عاديه كانك بتعمل تشست اكس راي تمام، بس بتديه بجرعات معينه وتشوف الريفلكشن على البون وتشوف الريفلكشن على البون، يعني الجهاز ده نقول ان هو بيقيس لي البون مينرال دنسيتي، ده مهم جدا دي ام اس كيو البون مينرال دنسيتي البون مينرال دنسيتي. بندي بنبعت العيان يتصور الديكسا سكان عشان اشوف البون مينرال دنسيتي عشان اشوف البون مينرال دنسيتي. في اتنين سكور التي سكور والزد سكور، احنا ماشيين بالايه بالزد سكور ليه؟ لان ده ال 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 الاوقع في الحساب. ليه؟ التي سكور ايا كان سن العيان تمام بيقارن الريزلت اللي بتطلع من الـ من الـ من الاكس راي تمام بالايه بالنورمال هيلثي يونج
individually. انما ذات سكور ده بيقارن ايج اند سكس ماتشد. ايج اند سكس ايه ماتشد، تمام. طيب عشان كده ذات سكور افضل خاصة في اللي هم صغيرين، اقل من 50 سنة، اقل من ايه، اقل من 50 ايه، اقل من 50 سنة. طيب فاحنا عندنا التي سكور او زد سكور بيدينا ارقام، بيدينا ارقام، جميل. الارقام دي بالماينس، تمام. طيب اللي هو الستاندرد ديفيشن، يعني ستاندرد ديفيشن. طيب لو السكور طلع لي ماينس 2.5 ماينس 3.5، يعني من ماينس 2.5 وانت نازل lower than 2.5 3.5 ده يساوي osteoporosis. حلو. طيب لو لا اكتر من ماينس 2.5 لحد ماينس 1، من ماينس 1 لحد ماينس 2.5 ده osteomalacia، ده osteomalacia، او ايه، او في ناس تقول ده osteopenia. فخد بالك ان الدكسا سكان بيريح، بيريح ازاي؟ ده osteoporosis او مش osteoporosis. يعني ايه؟ لو الرقم اقل من 2.5، من ماينس 2.5 يبقى ده osteoporosis. طيب اكتر من ماينس 2.5 يبقى لا، انت لسه في مرحله قبل الاوستيوبروزس، ممكن تبقى يعني سمبل اوستيوبينيا او اوستيوماليش او ايه اوستيوماليش. عشان كده احنا قلنا من شويه ان الاوستيوماليشيا ممكن العيان بروجريس تو اوستيو ايه اوستيوبينيا. اوستيوبينيا، جميل. دي اهم حاجه في الموضوع بقى هنا، عشان لو اتسالت في الام سي كيو، اسف، لو اتسالت في الشفوي، لو الشفوي يعني طلع لك مثلا موضوع الهايبوكالسيميا ورحت انت قلت اوستيوماليشيا، ممكن يجرجرك وراه للايه، للاوستيوبروزس. يقول لك ازاي تشخص اوستيوبروزس؟ هتقول له ماشي الهيستوري، عشان الريسك فاكتور ايه الموست امبورتنت ريسك فاكتور؟ الايج الالدرلي والايه والبوست مينوبوزال. طيب تتاكد ازاي؟ يبقى بالديكسا سكان. ايه هو الديكسا سكان؟ ده ديول انرجي اكس راي ابزوربشومتري، بنصور العيان بأشعة عادية اكس راي ونشوف الايه الريفلكشن اوف ايمجينج او الديجري اوف ابزوربشن للايه من الايمج. ده بيأسس ايه؟ البون مارو دنسيتي، البون مينرال دنسيتي، دنسيتي اوف مينرالز انسايد ذا بون. طيب لو لقيته يعني لو حب يعلى معاك شويه يبقى اقل من 2.5 ده اوستيوبوروزس، اعلى من 2.5 اللي هو من 2.5 من ماينس 2.5 لماينس 1 ده بنقول عليه اوستيوبينيا او ايه او اوستيوماليشيا. طيب مبدئيا مع التي او الزد، بس هي اكتر السكورز دي مع التي سكور، لان انت معظم العيانين اللي فوق 50 بيستخدم لهم، اللي فوق 50 او 20 بيستخدمون التي سكور، اللي اقل من 50 بيستخدم الزد سكور، تمام. فده اكتر مع التي سكور، يعني ده اكتر مع التي سكور. بس انت في الـ في الـ في الـ في الامتحان، هو مع التي سكور، انت في الامتحان ما بيجيلكش يقول لك لقينا سواء قال لك التي او الزد سكور اقل من ماينس 2.5 ده اوستيوبوروزس، ماينس 2.5 ده ماينس 1 ده الايه ده الاوستيوماليشن. طيب احنا قلنا اتفقنا ان في مشكله في الايه في البون اوستيويد، حاجه بتاكل البون مارو او البون من ايه من جوه. فاحنا العلاج بتاعنا حاجه من اتنين، يا يعني نبني البون يا يعني نقلل الدستراكشن بتاع البون. العلاج بتاعنا حاجه من اتنين،
يعني ابن البول اللي هو بنقول عليه انابوليك ايجنت، دي بتعمل ستيميوليشن للاوستيوبلاست. او نقلل الدستراكشن اللي هو بتنهبت الاوستيوبلاست اكتيفيتي اللي هي الانتي كاتابوليك. طيب الحاجه الوحيده الانابوليك اللي هو بيستيميوليت الاوستيوبلاست اللي هو الباراثايرويد هرمون اللي هو الاسم اللي بيستخدم التيري باراتايد، مش مهم. فاحنا تقول له كده ممكن نستخدم الباراثايرويد هرمون عشان يزود لي الايه، ياكتيفيت الاوستيوبلاست فيزود الايه الانابوليك ايفكت بتاع الايه بتاع البون اوستيويد. طيب بس عيبه انه دي كبيرة عليكم شوية، بس انا هقولها وانسوها، انه لقوه انه بيزود الريسك اوف مالجنسي سبيشالي الساركوما، سبيشالي الايه الساركوما. تمام. طيب دي حاجة. تاني حاجة ان الباراثايرويد هرمون بيزود، خد بالك احنا قلنا في الهايبر باراثايروديزم ان بيعلى الكالسيوم والفوسفورس، لان بيعمل ريليز اوف كالسيوم اند فوسفيت من البون. بس لما بنستخدمه في لو دوز ده معناه ايه؟ ده معناه ان ليه انابوليك وكاتابوليك. تمام، ليه انابوليك افكت وكاتابوليك ايه افكت، بيأفكت البون ريزوربشن، بيزود البون ريزورب. بس لما بيتاخد فلور دوز ما بتديهوش هاير دوزز، بيبقى ليه الانابوليك افكت اكتر من الايه، من الكاتابوليك ايه، من الكاتابوليك افكت. طيب فالباراثايرويد هرمون اللي هو التيري باراتايد لما يستخدموه لقوه بيزود الريسك بتاعت الايه، بتاعت المالجنسي، فاستخدامه صراحه قليل. احنا دلوقتي في عيانين الاوستيوبوروزس بنستخدم الانتي كاتابوليك، استخدم الايه الانتي كاتابوليك اللي بتقلل الفانكشن بتاعت الايه الاوستيوكلاست. بقول لك ليه؟ لان احنا بنشوف العيانين دول كتير قوي في الهيماتولوجي، يعني عيانين مالتيبل مايلوم كديزيز اتسلف بيعمل لك اوستيوبوروزس، والاسترويد اللي بياخده يعمل لك اوستيوبوروزس. فانت في كل الاحوال بتبقى واخد بالك من التريتمنت في اوستيوبوروزس، او ده احنا بنديهم كمان بروفيلاكتيك تريتمنت خاصة مع العيانين اللي هيمشوا على لونج تيرم ستيرويد. وفي دواء مهم جدا اسمه البيس فوسفونيت. تمام، البيس فوسفونيت دي منها اورال ومنها بارنترال ومنها ايه بارنترال. تمام، الاورال نعرف عنه شويه معلومات، اسمه الكومن اسمه الالندرونيت عشان لو شفتوه في اي مكان. يعني البارنترال اسمه الزيلودرونيك اسيد. تمام، الالندرونيت من الدراجز اللي بتعمل لنا ايه سيفير اسوفجايتس او ايه او جاسترايتس. صح، عشان كده بقول لك يعني استخدامه قليل خالص. طب ما انا اسيب الاوستيوبلاست، يعني طب ما انا اخد ادويه ليها افكت يعني مونوفيزيك اللي هو زي الايه الادويه اللي احنا بنقول عليها كاتابوليك، انما ليه تحط نفسك في دواء هيشتغل شويه، هيشتغل انابوليك وكاتابوليك؟ اه حتى لو انت بتستفيد بالانابوليك افكت
بس في ستيل في سام كاتابوليك ايه سام كاتابوليك افكت، غير ان هو ليه هاي ريسك اوف مالجنسي او مالجنت ترانسفورميشن. تمام، فعشان كده استخدامه صراحه يعني لو هيستخدم بيبقى اخر لاست ستيب، ما بيستخدمش خالص. احنا بنبدا بالايه، بالادويه اللي هي الانتي كاتابوليك افكت، ليها انتي كاتابوليك افكت زي البيسفوسفونيت. بيسفوسفونيت اللي هو الكومن اللي بيتاخد اورال، اللي هو الايه الالندرونيت. الالندرونيت عيبه ان هو بيعمل اسوفجايتس، وده ام اس كيو. عيبه ان هو بيعمل ايه اسوفجايتس وده ام اس كيو. تمام، وخد بالك ان العيان لما بياخد الالندرونيت بياخده بميه كويس، يعني فول جلاس اوف ووتر، ده نمره واحد. نمرة اتنين، ما بينامش ولا ياكل لمدة على الأقل 30 دقيقة بعد ما ياخده، إلا هيعمل له سيفير اسوفجايتس. سيفير إيه؟ سيفير اسوفجايتس. ده الأندرونيت دي بتيجي ام اس كيو. تمام؟ في جرعات بتتاخد ويكلي وفي جرعات بتتاخد إيه؟ مانثلي، بس هو يعني كومنلي تيكن ويكلي، كومنلي تيكن إيه؟ ويكلي دوز. طيب يبقى ده الاورال الالندرونيت. ناخد بالنا ان الالندرونيت من الادويه اللي بتعمل لك ايه سوفجايتس، ده مهم جدا، دراج انديوست سوفجايتس. عشان كده بيتاخد، تاخد ميه كويس، فول جلاس اوف ووتر نمره واحد. نمره اتنين، بتقعد يعني ما بتنامش، بتبقى ستيل سيتنج على الاقل 30 مينت، ما تاكلش حاجه بعده ولا تنام، لاي داون يعني، عشان خاطر ما بيعملش ايه، ما بيعملكش الاسوفجايتس. طيب ده البيسفوسفونيت. عيب البيسفوسفونيت ان جنرال ان العيانين اللي بيبقى عندهم اكيوت او كرونيك كيدني ديزيز بيبقى فيه مشكله، ما بيتاخدش في العيانين دول. ففي دواء بديل اسمه دينوزوماب. دينوزوماب، لما تلاقي اي دواء منتهي بماب يعني مونو كلونال انتيبودي، ده بيقوم بوظيفه البيسفوسفونيت الانتي كاتابوليك افكت، بيقلل الاوستيوكلاست فانكشن. تمام، بس الميزه بتاعته ان هو ملوش اي ايه اي افكت على الكدني، ممكن تديه في العيانين الايه اللي عندهم اكيوت او كرونيك كيدني ديزيز. دي الميزه. يبقى ده السكند لاين، يعني العيانين بالفعل عيانين مالتيبل مايلوما بيقول لك اكيوت كيدني انجري. من البرزنتيشن بتاع عيانين مالتيبل مايلوما حاجه اسمها مايلوما كيدني، ممكن عيان يتحسن مع الكيموثيرابي او ممكن يقعد كده ايه اند ستيج رينال ديزيز اب تو انه يحتاج ايه؟ يحتاج داياليسيس. العيان اللي بيتحسن في العيان مالتيبل مايلوما اللي بيتحسن بعد الكيموثيرابي والكيدني فانكشن ترجع للنورمال، بندي البيسفوسفونيت. اللي ما بيتحسنوش بياخدوا الايه الدينوزوماب، او اللي اسمها الاسم التجاري بتاع البروليا. بروليا. تمام، يبقى نمره واحد بيسفوسفونيت انتي كاتابوليك، نمره اثنين الدينوزوماب ده مونوكلونال انتي بودي انهبت الاوستيوكلاست بغض النظر عن التفاصيل. نمره ثلاثه، في حاجة اسمها الايه السيرم. السيرم ده سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز، سيلكتيف استروجين ريسبتور ايه موديوليتر. التيبيكال او البروتوتايب بتاعه، التيبيكال اكزامبل اسمه الرالوكسيفين. طيب الجميل في الرالوكسيفين او السلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتر، ان هما بيشتغلوا ديوال افكت، يعني ليها على البريست واليوترس تشتغل ايه، تقلل الايه الماليجنسي على البريست والايه واليوترس، مش زي الاستروجين
ان هي لو انت اديت استروجين مزود الايه البريست مالجنسي واليوتراين تيومرز. لا ده غير ان ليه انتي كاتابوليك افكت، تمام، ليه برضو انتي استروجين افكت، يبقى ليه انتاجونايز الافكت اوف استروجين على البريست والايه واليوترس، وبالتالي ملوش علاقه في ملوش ما بيزودش الريسك اوف ايه اوف مالجنسي. ده على البريست واليوترس. على البون بيميمك الافكت اوف استروجين، يبقى الرالوكسيفين او التاموكسيفين، تمام، على البون اكنك بتدي استروجين. على عشان كده ليه ديول افكت، او ليه سيلكتيف، بص سيلكتيف استروجين ريسبتور موديول، ليه سيلكتيف افكت فور ايه فور اكسجين اون فور استروجين اون استروجين ريسبتورز. يعني ايه؟ سير بيشتغل بدراعين، دراع استروجين افكت ودراع انتي استروجين افكت. الدراع الاستروجين افكت على البون بيزود البون من الدنسيتي، حلو. طيب الانتي استروجين افكت على الايه؟ على اليوترس والبريست، نوت انديوس يوتيراين اور اي اور بريست كانسر. ده بيخليك تتجنب الهرمونال ريبليسمنت ثيرابي. الهرمونال ريبليسمنت ثيرابي اللي فيه الاستروجين، تمام، الاستروجين بيقلل الاوستيوبروزس، ده معروف، تمام، ليه انابوليك افكت على البون، انما عيبه بيزود المالجنسي، بيزود الايه، بيزود ال المالجنسي على البريست واليوترس. عشان كده جت للرالوكسيفين او التاموكسيفين ليه نفس الايفكت بتاع الاستروجين على البون، بس مالوش الايفكت بتاع الاستروجين على اليوترس والايه والبريست، تمام. يبقى نمره واحد بيسفوسفونيت، نمرة اتنين الدينوزوماب، نمرة تلاتة سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور اللي هي السيرم اللي هو الرالوكسيفين، نمرة اربعة الهرمون ريبليسمنت هرمون ريبليسمنت ثيرابي، نمرة خمسة الكالسيتونين. الكالسيتونين بيقلل الايه؟ الاوستيوبروزس function، تمام، بس ده اخر واحد ايه تفكر. احنا بنستخدم بالترتيب ده البيسفوسفونات في الاول، بعد كده الدينوزوماب، بعد كده السيرم سبيشالي فيميل طبعا، والهرمون ريبليسمنت ثيرابي طبعا لو ما فيش اي ريسبونس او ما فيش اي او في كومبليكيشن ظهرت من الدراجز، يبقى نستخدم الايه؟ نستخدم الكالسيتونين، بيقلل الفانكشن بتاعت الاوستيوكلاست. يبقى ده التريتمنت بتاع الاوستيوبروز، معقد شويه عشان كده ما حدش بيتسال فيه، احنا بنتسال فيه واحنا كبار، يعني سالنا فيه في الماجستير وسالنا فيه في الدكتوراه، جالنا امتحان، جالنا بيجي لنا كتير قوي في الام سي كيو، بيجي لنا كتير في الكيس، وبنتسال فيه في الشفوي في الديتيلز فظيعه، وتلاقي اللي بيفهم فيه الاندوكراين وبيفهم، وتلاقيه في كتب كاتباه في الروماتولوجي عشان الروماتولوجي بيتعاملوا كتير قوي مع الاستيرويدز، فتلاقيهم اورينتد قوي بالاوستيوبروزس. يعني تلاقي في كتب كاتباه في الروماتولوجي، في كتب كاتباه في الايه في الاندوكراين، تلاقي مؤتمرات تبع الاندوكراين بيشرحوا الاوستيوبروزس، بيتكلموا عن ادويه الاوستيوبروزس، وتلاقي محاضرات والمؤتمرات في الروماتولوجي بيتكلموا عن الاوستيوبروزس وبيشرحوا في الايه في الاوستيوبروز. المهم في الاخر اعرف ان انت عندك الكالسيوم اورثوبيديك، لا ما لهمش في محدش ليه في الاورثوبيديك. اورثوبيديك ده هتلاقي بتوع السيرجري خاصه في الايه اورثوبيديك، او الروماتولوجي يحول على الايه على الاورثوبيديك، يعني الروماتولوجي ياخد الديسيجن لل
للجوينت ريبليسمنت تمام، ويكلم الايه السبيشالايز في الاورثوبيدك، لان مش كل الاورثوبيدك بيشتغل كل ايه كل حاجه يعني، في ناس متخصصه في السباين وناس متخصصه في السبيسيفيك فراكشر، وفي ناس متخصصه في الايه في الريبليسمنت زي الايه الهيب ريبليسمنت او الجوينت ريبليسمنت. فالروماتولوجي لما يبقى اللاست لاين بتاعي، ان انت تلاقي مكتوب في الروماتولوجي ان الروماتويد ارثرايتس مثلا هيب ريبليسمنت او جوينت ريبليسمنت، ده خلاص لو ما فيش وصل لمرحله الديزابيليتي يبقى بيكلم الاورثوبيدك ان هو يعمل له الايه يعمل له ريبليسمنت. طيب المهم اللي بيجي لك في الام سي كيو الالكالين فوسفاتيز، الكالسيوم الفوسفيت، الاوستيوبوروزس نورمال كالسيوم نورمال فوسفيت نورمال باراثايرويد هرمون نورمال الكالين فوسفاتيز، الاوستيوماليشيا decreased calcium decreased phosphate increased alkaline phosphatase increased commonly parathyroid hormone or maybe low in cases of a of primary hypothyroidism في الـ a في الهايبوكالسيميا due to primary hypoparathyroidism. جميل. اخر حاجه في ديزيز اسمه Paget's disease. Paget's disease ده malignant disease of bone. Malignant disease بيبقى فيه marked proliferation في الاوستيوكلاست الاوستيوبلاست اسف البي البي اللي هي البون فورمينج سيلز اوستيوبلاست marked proliferation، لا مش marked malignant proliferation تمام، ده up to ان الـ من الـ من الـ من السيفير اكتيفيتي بتاعت الاوستيوبلاست ان بيحصل سيفير بوني بين تمام up to pathological ايه pathological fracture pathological fracture. طيب هو بيبقى في هايبر اكتيف اوستيوبلاست ومعاها اكتر هايبر اكتيف اوستيوبلاست ومعاها اكتيف ايه اكتيف اوستيوكلاست، يعني الباثوجينيسيس بيبقى عباره عن مالجننت هايبر اكتيف اوستيوبلاست ويز اكتيف ايه ويز اكتيف اوستيوكلاست. طيب لما تلاقي عيان هايبر اكتيف اوستيوبلاست البلاست اكتيف يبقى ده يساوي انكريزد الكالاين ايه الكالاين فوسفاتيز. طيب لما بيحصل ديبوزيشن للكالسيوم جوه البون تعمل اكس راي على البون تلاقي البون اكسباندد بون اكسبانشن، تلاقي لدرجه ان الكورتكس يعني ايه ضيعت الايه الاميضله ضيعت الكورتكس خالص. طيب لما يحصل بون اكسبانشن خاصه في السكال بون بيعمل بريشر على الكرينيال نيرف، يعمل بريشر على الايه على الكرينيال. فممكن عين يجي لك بايه بوني بين increased alkaline phosphatase and the cranial nerve defect. لما تلاقي عيان عنده بوني بين increased alkaline phosphatase و cranial nerve defect وعنده symptoms of high cardiac output heart failure، ليه؟ اي malignant cells بيبقى حواليها highly vascular او high vascularity، اي high vascularity especially malignant vascularity ممكن تعمل لك AV shunt بين الارتري والاي والبين. ده بيحصل في الباجيت في الباجيت ديزيز بيبقى انترا ميدالري ايفيشنت انترا ميدالري ايفيشنت في العينين دول بيدخل في هاي كارديك اوت بوت اي فيلير. اللي بتجي لك في الامتحان عيان الباجيت ديزيز هاز نورمال كالسيوم كله نورمال ما عدا الايزوليتد، يقول لك ايزوليتد انكريز ان الكالاين فوسفاتيز you should consider Paget's disease. You should consider Paget disease. طيب التريتمنت بتاعه زي التريتمنت بتاع الايه؟ بتاع ال بتاع الاوستيوبروزس تمام؟ بس ما تنساش ان العيان بيبقى عندهم سيفير بوني بين فلازم تدي العيان ده ايه؟ انالجيزك. لازم يدي الايه؟ الانالجيز. جميل. الباجيتس ديزيز مهم نعرف في ايه ايزوليتد انكريز في الالكالين فوسفاتيز
بوني بين، هاي كارديك، ده من الكوزز اوف هاي كارديك اوت بوت فيلير، وده مالجننت ديزيز. مالجننت ديزيز اوف ايه؟ اوف بون، وبيعمل لي باثولوجيكال ايه؟ باثولوجيكال فراكشر. اليوم النهارده نطلع منه ثلاث كلمات: الكالاين فوسفاتيز بيبقى عالي في الباجيت والاوستيوماليشيا، نورمال في الاوستيوبروزس. الكالسيوم بيبقى نورمال، الكالسيوم والفوسفيت والباراثايرويد نورمال في الاوستيوبروزس والباجيت، ويبقى فيهم مشاكل في الاوستيوماليشيا. الكالسيوم بيبقى لو، الفوسفيت بيبقى لو، الباراثايرويد هرمون بيبقى هاي او ايه، او بيكومنلي بيبقى هاي، او ممكن يبقى ايه، بيبقى ديكريزد. جميل، يبقى احنا كده خلصنا الكالسيوم ميتابوليزم. كالسيوم ايه؟ ميتابوليزم. بكره التلات نبدا نتسلى واحده واحده في الدايابيتس، والدايابيتس ده يعتبر اخر حاجه بقى في الايه، في الاندوكراين. الاربع هنكمل الشيست بامر الله تعالى. سؤال؟ يلا نتقابل على خير.